السوق ما بتزيدش عن 2 جنيه صح؟ نعم اتفضل مظبوط. واكيد بتخرج من عندك هنا بسعر اقل كتير جدا. مظبوط. يمكن اكتر جنيه يعني مزبوط. جنيه وشيلن جنيه و10 ساخده بالكتير. مظبوط مظبوط. ازاي بتستخدم خامات بهذا السعر؟ علما نعم ان الشركات الاخرى الشركات الكبيره العالميه بتخرج من المصنع ب 4.5 و4 جنيه. نعم. يعني ازاي التكلفه قليله عندك كده؟ احنا الحمد لله احنا بناخد هامش ربحي ضعيف جدا جدا عشان نقدر نوصل للمستهلك منتج في متناول الجميع، منتج جيد في متناول الجميع، فبنحاول نقلل احنا ناخد هامش ربحي ضعيف جدا. اما الحمد لله الخامات بتاعتنا موجوده، فواتير الموجوده عندنا في قلب التعب بنجيبها من اعلى شركات موجوده في مصر، الخامات اللي موجوده من اعلى شركات موجوده في مصر. حضرتك قلت لي ان انت اشتغلت كمان هنا في مصر في شركات كبيره جدا. نعم. للمشروبات الغازيه. نعم. يمكن نعم. اكبر الشركات. نعم. تمام. انت تفرغت تماما للمصنع ده. نعم. ضميرك مرتاح؟ اه الحمد لله. منتج امن لاولادنا. الحمد لله باخد المنتج اول حاجه، انا باخد لاولادي منه كل اسبوع وانا مروح. كريزي كريزي كولر.